وتنقل لنا الكاميرات النتائج الأولية لهذه المحميات وبعد سنتين فقط لتبين مدى النجاح الكبير الذي تحقق باستيطان الكثير من أنواع الأسماك والشعاب المرجانية والكائنات الأخرى فيها. وقد تم توزيع هذه المجاميع على الجنوب من بحر الكويت لعشرات المواقع بمختلف الأعماق وتنوع البيئات. الشعاب المرجانية هي حيوانات لا فقارية، منها الرخو والصلب وهو الشائع في بحر الكويت، وتتميز بجمالها وتنوع أشكالها، وتعيش عليها الكثير من الكائنات الزاهية الألوان، مما يعطيها المنظر الخلاب، وهي في الكويت أكثر من 35 نوعا بمختلف الأحجام. تتعرض الشعاب المرجانية للكثير من الاعتداء البشري من خلال رمي المخلفات عليها أو شباك الصيد أو أثناء رسو القوارب عليها، مما يحد من ازدهارها وانتشارها، ومما يدفع العالم أجمع لمناشدة كافة مرتادي البحار والمحيطات لعدم التعرض لها وتدميرها. وحرص فريق الغوص الكويتي على إنشاء هذه المحميات تجاوبا مع أهمية المحافظة على البيئة البحرية وعمارتها وتنميتها ونشر الوعي البيئي اللازم، مما استحق مساعدة وثقة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية لدعم هذا المشروع ليرى النور. وتم إنشاء محمية كبرى في منطقة بنادر، تقدر أوزان المجسمات الخرسانية المنتصبة في قاعها 300 طن، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لنمو المرجان وتوطين الأسماك والكائنات. واختير موقع بنادر ليذكر الأبناء بمواقع وبطولات الأجداد، ولتكون هذه بصمة في صفحات الدهر، وعرفانا بدور صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله لرعايته واحتضانه أبناءه أعضاء فريق الغوص ودعمه اللامتناهي للبرامج والمشاريع. فقد أهدى الأبناء الأوفياء هذا المشروع لصاحب السمو، وتمت تسميته محميات جابر الكويت البحرية.